واي بموت بموت. خلودي صغيرة اشتقت له. يلا ما عندنا جرس. سلام. وين لولو؟ لولو ماما. انت اشتري. انا حجزتها اول. هذه ملكي انا. مو ملكي. شو اسمها؟ خلود امين. مو خلود خلود. زين انا باخذها. انا حجزتها. روخي ريحة. شو ما تبي؟ شنو ريحتها؟ باشكن. ريحة الباشكن. شنو وضعية الاستعداد هذه؟ بوبي شنو وضعية الاستعداد؟ تعال بوبي. ها سيسيليا تعال اخذي بوبي. سوينا نفسه ما يسمع. سيسيليا اخذ بوبي. واخيرا اخيرا رجعنا حق ايام المخيم. انا حدي مستانسه الحين. امين بيفاجئني بالمخيم. ما سوي شيء. ما سوي يوم واحد. عاد هالمرة لازم نغير. نبي خيمة بيت شعر. والله انساني وصلت. قول والله. زين ونبي نطاطية. وصلت. قول والله. ايش فيني نقول والله؟ لا ما وصلت. شوفي شغلتين نبيهم. نبي حيكون صغير هذا تنتفخ عرفتي؟ صوت فوق تنزل. هذه. بيت شعر وصلت خلص بالياي. بعد شنو؟ لازم ايه لازم خيمة نايلون تكون بالوسط عشان اذا طق المطر ورد عشب اخضر ما يضحك ما يضحك. زين يعني قاعد داخل خيمة نشوف المطر وكذي خاطري عاد انا وي تخيلاتي وتهيؤاتي. وبعد بنحط 10,000 بوليسية عزكم الله. 10 ايش حطهم حراسة. يمكن احد يبي يبقني ولا احد يبي يبقى امين. تخيل وين امين ما بيوقي. بعد ابي شيء ابي اروح. شوف الناس كلهم مخيمات. شك شاء الله امس ماكو احد. قول والله. ايوه ناظرين ويكند. نبي بط ودياي وحمام وكوكو. بيب بعد نفس كوكو رفيج حقه. اذا جبت امين ينتحر بروحه كوكو صراخه يبط الراس. بس شي نبي شي كله يعني حيوانات كيوت. شي وناسه. اليوم بغيت اروح اشتري. والله خلنا نشتري حتى سلحفات ارانب وناسه. اوكي. واي مشروماتي يا حليلهم للحين عايشين ذولي. ما شاء الله المخيم اينن وايد 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 حلو. بس لحين ما خلص مساحة كبيرة. شوف بوبي اكثر واحد راح يحلل المخيم. بوبي داو. يا الله شلون الايام تركض. امين تذكر السنة اللي طافت نفس الحزة. خلود صغيرة ما تتحرك. خلود صغيرة ما كانت تمشي ولا تحبي. ما كانت تحبي. خايفين من الدفاية. ايه واي كنت البسها الارانب القراعيط. واي طرقت. شوف سبحان الله الحين كان ودي اشوفها الحين تمشي كذي عشان استعيد الذكريات. سنامت. بقعدها أبي قاعدة قاعد أتذكر شنو الأشياء اللي لم تيش ذكرت أول حين لما بوبي ينحاش. لا ينحاش وين وأنا قاعد. وكنت أكره أروح المخيم وبوبي معاي بس مضطرة أجيبه لأن هو المكان الوحيد يتسانس شي وساعة. لا بوبي بوبي كاهو طلعتني. أبي مرة ضاع نحاش. هو وين يروح؟ يروح حق خرفان هناك. زين يروح أنا ها ندفع هالكبرى وما يخاف يدش على الخرفان ينحشهم كلهم.
حار والله زين، لا بين الهني ما شاء الله حار. انزين واطلع. واي ما انسى الدقة اللي سويتوها فيني، بطلت الدقة اللي سويتوها فيني ليه ما انساها. امين كان نايم وبوبي منحاش وكنت مبطلة لايف، فخذيت التليفون معاي بالسيارة قاعد افتر ادور بوبي، ولا يقولوا لي خلود لحقي حساب امين تهكر. شنو صار فيني؟ باي باي قول والله باي. اخر شيء يوم وصلت المخيم وخرعت امين وقعدت من النوم، امين شلون قمت نكديت ورب الكعبة لما نقز. اخر شيء ولا يقولون احنا مسوين فيك دقة على الطراقات. التشيكن اللي كل ما اشوف احد يقولوا لي خلود التشيكن المقرمش، خلاص شحيتوني عليه مره ثانيه ويبته معاي المخيم. صدق التشيكن مالهم تشيكن تشويز، هذا المطعم بس حق اللي يحبون تشيكن، ما يحبون دي ما يحبون دي صدق نفسي ما يحبون لا. اعتذر، ادري في ناس يبون ينامون بالفراش و لما يشوفون سنابي راح يوعون وايد. هذا الشيء اللي لما ايوع على طول يطري على بالي، وايد حلو هذا صج لذيذ. Open your house، من زمان مو قايلتها. اللي يحبون الهالبينو هذا شي صاير تشيز مع هالبينو، شوفوا داخله. انا ما راح اكله لانه وايد حار ما اتحمل. هذه اقوى شيء يقولون، هذه قويه صدق صدق قويه حيل. وايد فوز، انا كلت فيها شفافي احلى من هذه صدق والله. وينه؟ داخل. وايد وايد لذيذه، وايد مو شويه وخفيفه حيل، يعني اتوقع هذه راح تكون من البست سيلر عندهم. تقدرون تطلبون هذه مو سبايسي عشان شي راح اكلها كلها، وعندهم سبايسي اي شيء تبونه تقدرون تطلبونه سبايسي او مو سبايسي. طبيعية تنحاش، لا تفكر تنحاش لان هالمرة ما راح ادور عليك. بقول لكم شيء واللي تعرف ضروري تقول لي الحين. انا دايما ادخل على الحسابات ملوت انقاذ الحيوانات، انقاذ القطط او الحملات، هذه الاكونتات اللي تسويها الحملات. فلما اشوف يعني لما ادش عليهم اشوف شنو الحالات وكذي، فالحين كل الانستغرام عندي يا 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 بنت السلطان. ابوكي شنو غلبان واقف على البيبان شنو؟ صدق هذه اغنيه شي ولا الفتها انا؟ والله مو كذي كلش صدمني. زين شو اسمه، فالحين كل الانستغرام عندي صورتك طاوه مريضه، وصرت ما احب ادش الانستغرام لان نفسيتي قاعد تتعب، ما اتحمل اشوف كذي. فشلون الطريقه؟ فابي طريقه شلون ان هم ما يطلعون لي كلش، لان صدق والله نفسيتي قاعد تتعب. يعني حتى قبل ما انام يطرون على بالي، اعصب مرات ادش ادعي، يعني اذا احد يعذب حيوان ولا شيء اكتب هاوي اتحسب حاله، يعني ما اتحمل. فشنو في طريقه عشان ما يطلعون لي؟ امين يقول اذا دشيتي على شيء خلاص يبدا يطلع لك على طول على طول. اي والله بس يكسرون خاطري، شو اسوي والله؟ بس ما بيطلعوا، يعني ما
ابي اشوف، تعبت تعبت، احس من داخلي قاعد احترق.